الله من جديد واهلا وسهلا بكم اخواني، مستمرين وياكم بتقديم سلسلة دروسنا التعليمية. درسنا اليوم راح يكون مميز. درس اليوم عادة تصير عندنا مشاكل باللينكات او سكترات البث. فكرتنا اليوم شنو؟ تم تطوير سكريبت. هذا السكريبت شغله شنو؟ تنطي انت مدة ممكن انه يشتغل كل 5 دقائق، كل ساعة، كل نصف ساعة، حسب ما انت تحدد. زائد انت تنطيه رينج من الفريكوانسيات اللي دائما تعتمدها بشغلك. هاي بالنسبة كسكترات. بالنسبة لللينكات ايضا، بالنسبة لللينكات عندنا مرات بعض اللينكات انه CCQ مالته دا يهبط، يضطر منك انه لازم تدخل تبدل له فريكوانسيات حتى يستقر. دائما انت عندك بعض الفريكوانسيات المهمة اللي مخليها بالسكال ليست، اللي انت تدخل للينك الماستر وتبدل، تختار من ضمن هاي الفريكوانسيات ويشتغل زين. احنا اليوم بدون تدخل الادمن، يعني راح ننطي مجموعة من الفريكوانسيات المعتمد عليها. لما يباوع CCQ انطي قيمة، اذا CCQ نزل 80 او 10 او 5 غير لي الفريكوانسي الفلاني. تمام، تابع وياي شلون تتم الطريقة. هسه حاليا انا عندي هنا مكنك على قطعة. تمام، هنا انا مكنك على قطعة تتباوع CCQ متذبذب 44 37. احنا ما علينا، المهم احنا المهم راح ننفذ عندنا الدرس. هنا انا عندي سيستم وهنا عندي السكريبت. هذا الرينج مالت الفريكوانسيات، انا ما مختار اكثر من هذا الشيء لان بس مجرد اريد اسوي عليه الدرس. انت ممكن تضيف الفريكوانسيات، وطبعا ان شاء الله هم راح نشتغل بالنسبه للي يشتغلون بتردد 2.4 ايضا راح نكمل السكريبت. بالنسبه للفايف هذا السكريبت كامل، فقط انت تضيف باقي الفريكوانسيات اللي انت تعتمد عليها بشغلك. هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية، انا CCQ اقول له اذا نزل جوة 90 او جوة 80 انت بدل. فاني راح اقول له بما انه CCQ عندي تعبان الى درجة، فراح اقول له من ينزل جوة 40 مثلا بدل لي الفريكوانسي. تمام، هاي فقرة. الفقرة الثانية انه خلي اني اجي لي سيستم على السكيجوال، وهنا انا طبعا مسوي كل ساعة فحتى نقتصر الطريق، يعني ما نطول بالمدة، انه خلي نسوي كل دقيقة، بس مجرد حتى نكمل التصوير مالتنا. بس لازم على شرط انه CCQ ينزل لحد هاي القيمة، فخلي نباوع. هسه حاليا دا تباوع انت 4810، تنشوف ايش قد راح يطينا اذا نزل CCQ بالقيمة اللي احنا مخليها. فخلي نباوع، خلنا ننتظره. الانترفال طبعا بكيفك انت تحدد مدة الفحص. اني حتى للبساطة دا تباوع غير لي لي 4800. تمام، هاي 4800 أنا من جبتها؟ عندي سيستم للسكريبت أنا محددة، ما راح يغير لي غير هاي الأعداد اللي أنا مخلي. إذا ضايف غيرها طبعا أنت ممكن تعدل عليها. تمام، أيضا هسه راح انتظر دقيقة وأباوع شنو اللي راح يغير لي. دا يباوع هو شنو على أساس شنو معتمد؟ معتمد أنا ناطي قيمة CCQ إذا نزلت جوا 40. تمام، انت تقدر تنطي جوا 60 الى اخره. فايضا راح ننتظر دقيقة، اذا ما تحسس CCQ راح يبدل فريكوانسي جديد. اذا CCQ كان فوق قيمة 40 فما راح يبدل، بيعتبره انه زين. تمام، لان انا محدد له، قال له اذا نزلت القيمة جوا 40 فاختار لي فريكوانسي جديد. بالنسبة لوضعية الاختيار، دائما احنا مثل ما قلنا لكم عندنا مجموعة بتباوع ايضا بدل وياي خلال دقيقة. تمام، اذا مثل ما قلنا لكم موضوع الفريكوانسيات، انت دائما عندك بعض الفريكوانسيات اللي تعتمد عليها بالشغل، ممكن تضيفها بالسكريبت وتشتغل عليها يعني بدون تدخلك. تمام، اذا لهنا ينتهي درسنا. اتمنى الفكرة الوصلت. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.